اختي كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده. انتوا كترجمي اللغه الزياده. كي دايرين لاباس عليكم؟ كاين شي شهيوات في رمضان؟ المهم شحال هادي صراحه ما صورتكم لا فطور لا شي حاجه. انا يلاه بدا عندي رمضان اليوم، يلاه عندي اول نهار في رمضان. المهم حيت كان عندي لا ما يدير داكشي علاش ما كنتش كنبارطاجي معكم اي حاجه، ولكن اليوم ان شاء الله اول حاجه غنبارطاجي معكم هي الكنافه اللي ديما اختي كتشوفوها كتجيب لنا في اي مناسبه. بصراحه حتى انا ما عمرني طيبتها، اليوم غنصايبوها مجموعين انا وانتم غنشوفوا لمن غتصدق واش ليا ولا ليكم. المهم قلت لكم غادي نبارطاجي معكم الكنافه وغنبارطاجيو حاجه اخرى ان شاء الله، يعني غنبقاو غادي حاجه بحاجه. هذا الفيديو غيكون اليوم مصارجي فيه بزاف ديال الحوايج زوينين و هانتوما معانا. اش قلت؟ يلا ليتس جو. اول حاجه غادي ندير غادي نفتح هاد الكنافه، هادشي ما عرف شنو هو، وغادي ندهنو بشويه ديال الزيت. غنبقى نفتح وندهن بالزيت. ياك هادشي اللي قلتي لي الزيت فاش اللي حمرنا فيه اللوز، الزيت اللي حمرات فيه اللوز، انا ما حمرت والو. انا ما عمرت شيء. المهم بعد ما غادي نفتحها وانا كندير الزيت غادي نرجع ليكم فاصل ونواصل. هنا عندنا ثاني حاجه هو اللوز من بعد ما سلقناه وفركناه. هذا هي هذيك لا بات دوموند. المهم انا شي ما كنعرفش ليه، يلاه كنتعلم. طحنتي مع السكر هاك. وعندنا هذا اللوز مهرمش، شوفي طحت فيه مهرمش. صافي دابا قلتي لي غنخلط نص هذا مع هذا، هذا لا هذا والرقيق جمع الغليظ. صافي خليه لي تزيان. صافي وريحتو كلشي علاش انا كنت يا كواليس. دابا هادو ندير لهم كويرات، يبغى يزيد لك هاد البريستاج يزيدها هكاك. في دينا اختي في دينا يبغى يدير باكاجو بيستاج والكركان الفواكه جفة كامل اللي بغا يدير يدير. حنا درنا اللوز اكتفينا باللوز. بارك الله يجعل بارك. ما غنصور لكم من هنا باش تشوفوا. غادي شويه بحال هكا شويه ديال امي خلينا الوالده. ساليتي دابا نعمرو كامل عاد نعمرو الشيء. اش شي هادشي كتعرفوا انا وشحال هادي ما بغيتش نطلق عليكم داكشي اللي كنعرف. ندير شي شي ندير لي شي هي راسي. صافي من بعد غادي نحطو هذيك اللوز ديالنا في الوسط وندير لهم بحال هكا نخليهم مشعكين. المهم هما من بعد ما عمرتهم سديتهم بحال هكا بهذه الطريقه. المهم حاولوا انكم ما يعني ما توركوش عليهم. صافي غادي نشعلوا الفران من الفوق من التحت حيت باغي كيتحمروا. المهم بعد ما غيوجدوا غادي نوريهم ليكم. المهم بعد ما دخلت الكنافه ديالي الطيب غادي نبارطاجي معكم واحد لي سوشون يعني الخبيزات. ما عرفتش نطقتها هي هذيك ولا لا، كوميرات معمرين خبيزات معمرين حنا ولا الشعب. المهم شي حاجه معمره غادي نبارطاجي معكم. اول حاجه هي الفشوه ديالهم وعاد ندوزو للعجين. المهم هنا عندنا في الفشوه دايرين هنايا الكبسه البصله شامبينيون، هنايا عندنا القزبر ولا بعدنوس يعني اللي كان، عندنا الزيتون هادشي كامل يعني طحناه، الهريسه الملحه خيط بزاف في ديال الزيت، هادي التحميره التحميره خصني ثوما بودره لا كاينه هي كاينه يحطوها تاع الانسان. صافي المهم هادشي غادي حيت دابا حنا كاينين عند اختي ما عرفناش واش عندها ولا ما عندهاش. هنا البودره عندي اللي عندها اكليل الجبل
إكلي الجبل العمارة هذا هذا إكلي الجبل المهم عرفت صافي بركة سير عندي المهم صافي غادي نخليو هادشي تيتحر ونرجعو ليكم تاني في العجينة غادي نحتاجو جوج زلايف ديال الدقيق حيت حنايا تبارك الله وصل عند بي اليوم فاطرين بزاف داكشي علاش غنديرو معلقة كبيرة ديال الزبدة شوية ديال الملحة كذلك معلقة صغيرة ديال الخميرة معجونة والزيت والزيتون مش حد البنات ما تكون معلقة كبيرة جوج جوج معلقة كبار واحد الخميرة حمراء هادشي غنعجنو بالحليب حليب دافي هو كيدفى نيدو غبرة المهم ها هما من بعد ما طابو المهم تحمروا واحد شويه غادي نسقيوهم بالقطر القطر ماشي الفطر المهم هذا كيتصايب بالماء والسكر وطريب ديال الحامض غادي نسقيوهم ومن بعد غادي نزينوهم بهذا الشيء اللي بقى لنا ديال اللوز. مرحبا عمل الله مرحبا بك عندنا المهم اخواتاتي اخوتي اخواتاتي حيت عارفه كيتفرجوا فيا الدراري البنات الحشوه ديال الناس دعت عليها غير الشعريه الصينيه ديال الروس وغنزيد عليها شويه ديال الفرماج صافي غادي نخلط كلشي العجينه ديالنا ها هي راه واجده شفتوا راه خفيفه ما كنعجنوهاش ثقيله بالنسبه للكفته اللي درت هنايا الكفته ديال اللحم يعني يمكن لكم ديروا الكفته ديال الدجاج ديروا العدان اللي بغيتوا اي حاجه متوفره عندكم يمكن لكم ديروها المهم العجينه ديالنا كنديروا لها قويره بحال هكا بحال كتقرصوا المسمن كدلك وبدلك المهم راه زربانين حيت بقى والو الاذان توريكم الطريقه ديالها تتقطع هادو بالموس ايوا نعمل اللون دهنتي هادوك بالصفر ديال البيض شويه باش ما يتحلوش ها طيب البنات كاشير ولا بلاش ماشي مشكل بعد تندهنوهم من الفوق صفرت البيض وشويه الحليب صفرت البيض وشويه الحليب ورشهم بالبيض ولا الخشخاشه هو يجيبها زوين المهم هذه راه كنطلقوها يعني بالدلاك فهمت بحال هكا غنوريكم هذه ورفيعتي الجلسة نتلاقى في الحلقة الجاية الحلقة الجاية صافي باش نوريكم شنو وجدنا الفطور من بعد ما سميتو خليهم يخمروا شوي عاد طيبوهم حيت فيهم الخميرة الحلوة فهمت الخميرة معجونة الخميرة صافي كيتشارطو هادوك بحال هكا نديرو شي حشوة في الوسط ونجمعو داكشي والطريقة راه باينة هما الغزالات ديالي ها هما من بعد ما وجدوا كيجيو محمرين على مزيناتهم كيجيو واعرين واعرين مقسمين مقسمين باش نشوفوا الوسط ديالهم كيفاش مقرمشين واعرين خطيرين الله يعطينا الصحه المهم بصحتكم وراحتكم هادو درتهم كميرات وحدين درتهم نص هيله نصف دائره لا لا يوريكم اش درت اي لا لا دوك الوسط المهم كنتمنى انكم تجربوهم بقى يدير لي هادو بقى ديك هادو تبقاي تبيعيهم فين الخدامه المهم اش قلت لك اش قلت لك كنقول لكم بالصحه والراحه فطوركم والفيديو ديالنا مازال ما سالاش مازال فيه شله ما يدار المهم باقي ما سالاش لكم تاني كيف قلت لكم قبيله بلي الفيديو ديالنا مازال ما سالاش صراحه كنت غنبارطاجي معكم غير يعني الروينه اللي كتبقى لينا من بعد ما كنفطروا راكم عارفين عارفين الحر ديال فاش كتوجدي الماعن شحال كيبقى لك ديال التماره المهم صحيت واحد شويه في الدقيقه 90 المهم فاجئوني بواحد الاطار صراحه اللي ما كانتش على البال ما كانتش ضاربه ليها الحساب نقول لكم شي المناسبه
المناسبة أنني دوست البيرمي، الحمد لله نجحت في الكود ونجحت كذلك في السيارة وخذيت البيرمي ديالي. صراحة كنت مصورة لكم فيديوهات ولكن صورتهم قبل رمضان صافي، وما جاتش أنني حتى يدخل رمضان عاد نحطهم، قلت صافي ما كاين لاش نبداو فيديوهات جداد ونبارطاجي معكم حوايج جداد. المهم غادي نوريها لكم ونقول لكم السيدة على من دومانداوها، غادي نخلي لكم الانستغرام ديالها في صندوق الوصف. المهم كنتمنى انها تعجبكم، صراحة انا عجبتني حمقاتني. المهم بلا ما نبقى نهضر لكم بزاف وريها لكم. انا دواس البيرمي وساري دابا باقا اختي غيزلان ماما اشكا هي اللي غتشرح لينا البلاكات. جوج بلاكات اللي عندك تما عندك انت سيردي؟ انا ما عنديش. عندك انت عندك كروازما؟ اي ولكن هذيك شكون اللي كيسبق؟ لا اللورانيه اسبقيه لمن؟ اسبقيه لي من ليصاب. لا الاسبقيه اللي من صاحبي. لا هي هذيك اسبقيه اللي من وايلي يا صاحبي وايلي كريمه جيت تعلمي. المهم الضو الاحمر الضو الصفر الاخر كون لا اختي راه ملي كيكون الضو الاخضر دوزي الاحمر والصفر الاخضر تدوزي ودابا ما عارفينش لا الصفر ما عارفاش راه الصفر عنده جوج مرحلات يلا قلنا الصفر اسكت عاود ما تقولهاش الصفر الصفر لا لا الصفر لك انت يسني الاخضر ندوزو لا الصفر لك انت يسني الصفر احبس لا صفر الا كان تيسني نرجع له ندوز الا كان فيكس نوقف اذا كان فيكس نوقف تبارك الله عليك متوقعها. تلاقيت صحباتي اللي كانوا خدامين معايا فقط واخواتي بجوج ماما هادو هما اللي كانوا يعني ما كانش شي حاجه ما على باليش. صراحه دازت داكشي زوين. المهم هو ضحكنا هذا هو الاساس. المهم حتى لهنا غادي نسالي الفيديو ديال اليوم. الى عجبكم لا فيديو ما تنساوش لي لايك سبسكرايب وكذلك تفعلوا زر الجرس باش يبقى دائما يوصلكم كل جديد. يلا تهلاو.